بدون شك سيكون للدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم طعم خاص بالنسبة للسوريين عموما ولسكان محافظة الحسكة خصوصا. كيف لا وابن مدينة عمودة محمود داود يصول ويجول في البوندسليغا ويخطف الأضواء وهو بعمر 21. سطع نجمه الكروي في أوروبا وألمانيا تحديدا من بوابة نادي بوروسيا مونشنغلادباخ، وقبل أسابيع قرر بوروسيا دورتموند الاستفادة من خدمات داود والتعاقد معه بعقد امتد لخمس سنوات. تاريخ آخر لن ينساه محمود داود وهو 23 من ديسمبر في العام 2015، حيث سجل النجم السوري الشاب أول هدف له مع بوروسيا مونشنغلادباخ في مرمى نادي أوغسبورغ، ثم أعقبه مؤخرا بتسجيل هدف في مرمى فرانكفورت، ليؤكد داود بأنه لاعب قادر على أن يكون أسطورة قادمة في خط الوسط بالدوري الألماني. قدم داود المنحدر من مدينة عامودة في ريف الحسكة موسما كبيرا مع مونشنغلادباخ العام الفائت، وقاده إلى اللعب في دوري أبطال أوروبا، وكان محمود داود صاحب 21 ربيعا هدفا لأندية أوروبية كبيرة أبرزها ليفربول وتشيلسي ويوفانتوس الإيطالي، ففضل الانتقال إلى دورتموند والبقاء في الدوري الألماني. يعني بالعودة إلى صفاء، يعني إحنا شفنا بالآونة الأخيرة كثير من اللاعبين العرب صاروا ينتقلوا لأوروبا وينطلبوا من النادي الكبير بأوروبا للنادي اللي تلعب معهم مثل بايرن ميونخ وتشيلسي مثل ما ذكرنا في التقرير التالي. صحيح أحمد، يعني دائما الشباب العربي عندهم قدرات إبداعية كامنة، مجرد ما تتاح لهم الفرصة فعليا بيظهر هذه القدرات يعني في العالم أجمع وقادرين على إثبات طبعا ذاتهم. بجوز المحيط اللي حوالينا والحروب وكذا طلعوا لعيبة من آسيا سوريين طبعا بالأغلب. هذا محمود داود لاعب سوري بيلعب في أكبر أندية أوروبا وألمانيا بالتحديد، من بوروسيا مونشنغلادباخ إلى بوروسيا دورتموند من أبطال أوروبا. جميل، يعني أنت عم تحكي أشياء أنا مش كتير فهمها، بس المهم إنه في حدا عربي وصل وما شاء الله حقق طبعاً هذه الإنجازات. طبعاً هذا إنجاز أكيد فخورين فيه دائما وسعيدين. شكرا أحمد، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك.